ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمد عياش من قناة عياش في ألمانيا. النهاردة انا معاكم في الفيديو، زي ما انتم عارفين كده عنوانه العمل في مصانع الأدوية في مصر وفي ألمانيا. طيب لو حابب تعرف او حابب تعرفي ازاي تشتغل في مصانع أدوية في مصر، ايه الفرق ما بين الشغل في مصانع الأدوية في مصر وفي ألمانيا. الفيديو ده هيكون مهم جدا للصيادلة، للكيميائيين، للبايوكيمست، فارماسيست، كيمست، بايوكيمست. خليك معايا ونقول لك التفاصيل ان شاء الله ونستفيد كلنا مع بعض. طيب بداية كده، العمل في مصانع الأدوية في مصر وألمانيا، فخلينا نقسمها شقين، جزئين. الجزء الأول في مصر. طيب انت راجل لسه بتدرس، خلينا الأول نتكلم كده بالنسبة لمصر، عشان أول جزء ده هيبقى بالنسبة للصيادلة في مصر. طب انت دلوقتي أو انت شغالة أو بتدرسي في آخر سنة أو لسه بتدرس في صيدلة وعايز ليك حلم تشتغل في مصانع الأدوية دي، ازاي تعمل ايه الاول؟ انا هقول لك تعمل ايه بحيث ده يسود من فرصتك انك تقدر تشتغل في مصانع الادويه، وبعد كده هقسم لك جوه الشغل في مصانع الادويه ده عباره عن ايه وايه ميزاته وكده. طيب بدايه كده، انت راجل في الجامعه تقدر تعمل ايه؟ انت لازم تبقى عارف ان الشغل في مصانع الادويه خصوصا في كل العالم، في مصر في اي بلد في العالم، كومبيتيتيف، متنافس. ليه بقى؟ لان انت العدد اللي بيشتغل قليل، فكل ما العدد اللي بيشتغل قليل كل ما هيبقى عليها طلب اكتر، ففرصه انك تشتغل اصعب. غير مثلا لو بتشتغل مندوب مبيعات او ميديكال ريب، كتير بيشتغلوا ففرصتك اسهل. في الصيدليه كتير بيشتغلوا ففرصتك اسهل. في المصانع عدد اقل بيشتغل، ده طبيعي، ده في كل العالم. بس انت ممكن تعمل حاجات تساعد على انك ايه تقدر تخش المصانع بعد ما تتخرج. حاجه مثلا اقول لك احنا عملناها، حاجه بسيطه جدا، حاجات مهمه جدا، هي مثلا الكونكشنز. ازاي انت فنفترض انت ما تعرفش حد خالص. انا اول شركه ادويه اشتغلت فيها في مصر ما كناش نعرف حد خالص. عملنا ايه؟ كنا في اخر سنه اللي هي في سنه التخرج، وساعات بيعلنوا في جامعه القاهره عندنا في تريبس او رحلات لشركات الادويه. رحنا، حلو زي اي حد، بس الفكره مش تروح وخلاص. احنا خدنا فكره انا وثلاثه اربعه اصحابي، قلنا طب ما تيجي نعمل سي في يا معلم وناخده معانا ونقدمه. هو ده الفرق بقى. ما انت ممكن تروح وترجع ما تسيبش اثر، لكن ما تروح وتسيب السي في بتاعك انت يبين ان انت مهتم. وعلى فكره ده اللي حصل معانا، وكلنا احنا اربعه اشتغلنا في نفس الشركه ديت عن طريق الكلام ان احنا قدمنا لما رحنا هناك بالسي في. فدي فكرة، حاجة بسيطة أوي تستبلش كونكشن وأنت لسه بتدرس. طيب أنت دلوقتي ما عملتش الخطوة ديت، أو عملتها وما اتقبلتش أو أيا كان، بتقدم بعد كده. هما كده كده عارفين إن أنت فريش جرادويت وما عندكش خبرة، بس تفرق في حاجات بقى إيه؟ مثلا أنت في مواد معينة تدرسها في كلية صيدلة هتفيدك جوه. فأنت لو عايز تشتغل يبقى الحاجات دي، المواد دي تكون أنت عارفها وفاهمها كويس أو عندك الدراية بيها كويس. طيب يعني مثلا المواد دي هتكون الاناليتيكال كيمستري، هتكون الفارماسيوتكس، هتكون المايكروبيولوجي، هتكون الاندستريال فارماسي، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالشركات الادويه والشغل جوه. فانت كده كده لما هتروح، يعني انت لو اتقابلت مثلا وكتبت سي في كويس وعملت موتيفيشن ليتر كويس رحت الانترفيو، هو كده كده عارف ان انت فريش، بس هو عايز يشوف انت هتقدر تكوب بسرعه معاه او لا، تقدر تنطلق معاه بسرعه في السلك بتاع العمل ولا لا. فانت مثلا لو رايح مثلا لوظيفه كواليتي كنترول وعايز تشوف انت بتفهم في الاناليسيز او لا، فانت لازم تكون وانت اثناء الدراسه، حتى لو يا عم انت سيبك من الدرجات والكلام ده، اقرا واعرف دي بتتعمل ازاي، اتش بي ال سي ده بيشتغل ازاي والكلام ده بيشتغل ازاي. فانت لما هتلاقيك انت عارف معلومات نظريه هتسهل معاك كده. وانا حصل معايا لما رحت اول مره في الشركه اللي رحت اشتغلت ديت كان بيشرح لي اتش بي ال سي، فلا انا عندي معلومات باك جراوند، فعارف ان انا فاهم، هجيب معاه بسرعه والدنيا هتمشي. فده الحاجات دي بتفرق، صدقوني بتفرق. طبعا الكونكشنز مهمه، لكن طبعا في الاخر ده رزق بتاع ربنا، لكن انت بتعمل اللي عليك وتقدم. طيب دلوقتي بقى نخش بقى جوه شركه الادويه نفسها، ايه المجالات اللي انت عايز تحب تشتغل فيها؟ هو في شركه الادويه في ثلاث ديبارتمنتس كبار، في كواليتي كنترول، كواليتي اشورنس، برودكشن. دول اكبر ثلاثه، يعني في طبعا حاجات ثانيه مخازن وكده، بس دول اكبر ثلاثه. لو انت من النوع او انت من النوع اللي بيحب الاداره وتكون مدير، او مش تتمريس، اقصد تكون عمل اداري شويه اكتر وتباشر الناس وتباشر الشغل اكتر، ده هيبقى في الانتاج. طبعا محتاج، يعني ده اغلبيه شغل الانتاج بيبقى كده، انت تشتغل مع عمال تباشر العمال وازاي ده يعمل ايه ده يعمل ازاي وتنظم، بس مش تكنيكال قوي. طب لو انت بتحب الحاجات التكنيكال والاناليسيس والتحليل والكلام ده، يبقى انت عندك الكواليتي كنترول. لو انت بتحب الشغل الورقي، ومشكلة مش شغل ورقي بس، شغل ورقي وتعرف الرولز والريجوليشنز وازاي تبقى رابطة ما بين الانتاج وما بين الكواليتي اشورنس وما بين الكواليتي كنترول
وبين الديبارتمنتس المختلفه، وازاي تكتب الدوكيمنت، وازاي تبقى فولفيل مع الريجوليشنز، يبقى ده كواليتي اشورنس. ده بكل الاختصار يعني كل مهنه من دول او كل ديبارتمنت من دول بيغلب عليها الطبع ده. طيب دلوقتي حلو الكلام، هل الموضوع سهل انك تشتغل في شركات الادويه دي؟ زي ما قلت قبل كده، هو العدد اقل اللي بيشتغل، فبالتالي الفرصه اصعب، ولكن ممكنه وتقدر تشتغل. هل هي مربحه زي الميديكال ريب؟ لا، الميديكال ريب اكتر ربحيه في اي حته في العالم. السيلز، هتشتغل في السيلز ده اكتر حاجه، بس لو بتحب تعملها ودي ليها ميزات ودي ليها عيوب، بتحب تعملها روح اشتغل سيلز. ما مالكش، انا مثلا كان شخص ماليش في موضوع السيلز ده خالص، فروحت هناك مرتباتها كويسه، معظم الشركات اللي في مصر مرتباتها كويسه، سواء مالتي ناشونال او ناشونال، قريبه طبعا ناشونال اقل شويه، مالتي ناشونال اعلى، وفي حتى المالتي ناشونال حسب اي مالتي ناشونال تاخد اعلى، بس مرتباتها تعتبر كويسه جدا بالنسبه للمعيشه في مصر. فانا اشجع لو انت بتحب لا تقدم، وربنا يوفقك ان شاء الله. طيب ايه بقى، نرجع بقى لموضوع الفرق ما بين الشغل في شركات الادويه في مصر وفي المانيا. في نقطه بقى مهمه، لان عشان تشتغل في الكواليتي اشورنس او تشتغل في الكواليتي كنترول، مش شرط تكون صيدلي، لان هي بيني وبينك هي مش فارقه، لان انت دلوقتي انت راجل درست اناليتيك، انت تشتغل في الكواليتي كنترول، كواليتي اشورنس اي حد ممكن يشتغل، يمكن شويه في الانتاج بيبقى احسن لو عندك خبره صيدلانيه، بس كده كده اصلا لازم في حاجه تاخد بالك منها او تاخدي بالك منها، ان في المانيا مثلا في الكواليتي كنترول اللي بيشتغل الشغل اللي احنا كنا بنشتغله في مصر، اللي هو الشغل الاناليتيكال بالايد دوت، دول الناس اوز بالدونج، اللي هم ناس داي تكنيشن، انت بتبقى مستك انك انت بتباشرهم بس، الصيدلي ده بيباشرهم او الكيميائي او ايا كان، اما تحتيهم دول بيبقى ناس تكنيشن، هم اللي بيقولوا شغل كل اللي احنا بنعمله احنا في مصر في الكواليتي كنترول. في الكواليتي اشورنس طبعا ده انت بيبقى راجل غالبا معاه بكالوريوس يا معاه ماستر وبيشتغل في الكواليتي اشورنس، وفي الانتاج كذلك يا معاه بكالوريوس يا معاه ماستر. غالبا هنا في المانيا كله بيخلص بكالوريوس بياخد ماستر، بعد كده ايه بيشتغل، سواء بقى من صيدله، من كيمستري، من باي كيمستري، مش هتفرق. الشغلانات في المصانع كلها اي حد ممكن يشتغلها، ما عدا شغلانه واحده بس، حاجه اسمها كواليفايد بيرسون. كواليفايد بيرسون دي لازم يكون صيدلي ومعاه ابروباسيون. ايه ابروباسيون دي؟ اللي هي زي معادل شهادته كمان هنا، يعني مثلا راجل صيدلي جيت انا عملت ماجستير ومعمل دكتوراه، لكن ما عدلتش شهاده الصيدله، لكن معايا شهاده الماجستير ومع الدكتوراه، لكن عشان تشتغل في الشغلانه دي كواليفايد بيرسون لازم تكون معادل شهادتك هنا، ده موضوع تاني، يعني عايز اشتغل لازم اعادل شهادتي هنا. ايه بقى كواليفايد بيرسون دي؟ الكواليفايد بيرسون دي من الاخر، في نظام امريكاني ونظام اوروبي. النظام الامريكاني اللي بيبقى مسؤول عن الريليز او الباتشه بتاعت الانتاج دي تنزل السوق، دوت بيبقى الاداره كلها. النظام الاوروبي هو شخص اللي هو بيبقى بيمضي على الريليز، فعشان كده بيبقى ليه ريكوايرمنتس معينه بالقانون، يا اما تكون صيدلي واخد المعادله هنا في المانيا، او ممكن حتى كيميائي برضو، بس تعمل عندك 6 سنين خبره وتعمل امتحان اللي هو الكواليفايد بيرسون. وكده كده بيني وبينك يعني موضوع كواليفايد بيرسون ده وجع دماغ، ان ده هو البي ام دي زي بيكون تلبيس يعني، فاهم؟ انا النظام الامريكاني احسن طبعا، الاداره كلها هي المسؤوله مش الشخص البي ام دي، فمش ميزه. هي ميزتها طبعا ان مرتبه عالي، طبعا لازم يبقوا يعلوا مرتبه شويه عن الباقي عشان يجذبوا الناس، دي ميزتها الوحيده. وميزتها انها ممكن تشتغل بارت تايم، يعني ممكن تبقى كواليفايد بيرسون في الشركه دي وفي الشركه دي، لكن فيها يعني مساوئ كتير، حكايه ان انت بس اي غلطه وانت اللي بتلبس في الاخر والكلام ده، وكمان لازم تعادل شهادتك. يعني راجل انا اصلا صيدلي ماشي في مصر، لكن عملت ماجستير ودكتوراه وهكمل بيهم، مش محتاج بقى اعمل معادله بتاعتي، انا مش عايز اشتغل في الصيدليات، فعشان تشتغل الشغلانه دي لازم تعمل المعادله بتاعتك او يبقى عندك سن خبره، وبعد كده تعمل الامتحان بتاع كواليفايد بيرسون حتى لو انت مش صيدلي. ولكن هنا زي ما قلنا الكيميائي والبايوكيمست، كل الناس خريجين كيميائيين وبايوكيمست والصيدله عايزين يشتغلوا في شركه ادويه، ده اللي يشتغل. عايز تشتغل في شركات البايوتكنولوجي، ان الموضوع بس مش شركات ادويه وسمول مولكيول بس، هنا في المانيا انت ممكن تشتغل ادويه في الفاكسينز والحاجات اللي هي بيزد اون البايو، ده ممكن صيدلي، ممكن كيمست، بايو كيمست، حسب انت معاك ماجستير ايه وبتعرف تعمل ايه او خبرتك فيها ايه، النولج بتاعتك ايه يعني. فالموضوع يعني مش زي مصر قوي ان انت بس صيدلي هيقول لك اشتغل في شركه ادويه، لا هنا ممكن كله بيشتغل في شركه ادويه. طيب طبعا في ناس بتتكلم لو انا شغال مثلا في مصر، في شركه ادويه، اقدر اروح شركه ادويه في مثلا في المانيا؟ تقدر، لان نفس الكلام الشغلانه انت مش محتاج تعادل، فانت ممكن لو انت في مثلا في شركه مالتي ناشونال هنا ينقلوك هنا، ممكن. واعرف ناس بس ما كانش من مصر، كان من الامارات، فرع في الامارات وجابوه هنا المانيا عادي، زي ما قلت لك القانون بيسمح بهذا، يعني مش لازم تكون معادل شهاده الصيدله.
فانا مثلا اخذت الماجستير وقلت هعمل الدكتوراه، وبعد كده هرجع تاني للصناعه بتاعتي الاندستري. انا عندي خبره 7 سنين في مجال الاناليتيكال والفاليديشن، والاناليتيكال فاليديشن والكليننج فاليديشن، حاجات في المصنع والبروسيس فاليديشن. وجيت هنا عملت ماجستير في الحاجات البايو فارماسيوتيكال بايو تكنولوجي، البي اتش دي بعملها في البايو كيمستري، بس الشغل بتاعي بالال سي ام اس الماس سبكترومتري يعني. فبحاول اربط ده مع ده بحيث بقى كده ارجع الصناعه في اي طريقه بقى. ممكن ترجع كواليتي كنترول، تبقى باشا للناس دول كواليتي اشورنس عادي تشتغل. ممكن كمان في الريسيرش طبعا لو عايز تشتغل في نقطه برضه بين مصر والمانيا، هنا عايز تشتغل في الريسيرش. مصر ما فيهاش ريسيرش قوي، فيها ديفلوبمنت بس، هنا في ريسيرش ديفلوبمنت، هنا تحتاج تبقى معاك بي اتش دي. يعني نادر قوي ما بياخدوا ماسترز، لو انت هتشتغل في ريسيرش غالبا بيبقى محتاج بي اتش دي. ده ديبارتمنت تانية غير اللي قلنا عليها يعني، هي أصلا مش موجودة في مصر. في ديفلوبمنت مصر، في مصر في الشركات الناشونال، أنا كنت شغال في شركة ناشونال فيها ديفلوبمنت، كنا شغالين على الأناليتيكال ميثود ديفلوبمنت، وفي كمان في الفورميليشن. هنا بتبقى غالبا طالبين بي اتش دي. فدي الفروقات ما بين هنا وما بين هناك. وعشان تشتغل هنا في المجالات ديت حاجة من الاتنين، يعني تشتغل في مالتي ناشونال في مصر أو في بلدك وينقلوك تيجي هنا، يا إما تعمل زي ما قلت قبل كده تيجي هنا تاخد الماجستير بتاعك وتشتغل على طول بيه، او تاخد الماجستير وتعمل دكتوراه وبعد كده تحاول تخش سوق العمل بالشهاده ديت. ولو عندك خبره حبذا، ما عندكش خبره هتبقى زيك زي غيرك هنا متخرج وبيشتغل. طبعا مهم اللغه، واللغه الالمانيه مهمه، لان الشركات الصغيره غالبا محتاج الماني كتير. الشركات الكبيره يبقى الدوكيومنتس والحاجات دي بالانجليزي، فمش محتاج الماني قوي، بس برضه محتاج الماني شويه. الشركات الصغيره كل ما تصغر حجم الشركه كل ما يحتاج الماني اكتر. وهنا في المانيا في فرص كتير في الشركات السمول سايز والميديوم سايز، لان المجال ده في المانيا واسع، فانت الالماني مهم. فانا عن نفسي مثلا بحاول على قد ما اقدر دلوقتي احسن الالماني بتاعي. انا لسه قدامي سنه ونص في الدكتوراه، بحيث لما اخلص ان شاء الله بدون مقاطعه نخلص بس الاول، ربنا يسهل يعني. الموضوع مش سهل زي ما الناس متخيله، ربك يسهل يعني، وبعد كده يبقى معانا الماني. فانا بقول لك من دلوقتي ايا كانت الخطوه اللي انت فيها اشتغل على الماني، كل ما اشتغل بدري كل ما يكون اسهل، كل ما يكون اسهل. بس انا حبيت النهارده كده اقول لكم الدنيا في الشغل في المصانع، وزي ما قلنا كونكشنز مهمه طبعا في الاخر، ده رزق بتاع ربنا. بس زي ما قلت لك الفيديو بتاع الموتيفيشن ليتر اذا تعمله ارجع بص عليه، ده بيفرق. السي في بتاعك يكون كويس، تكون النولج بتاعتك من دراستك كويسه، ولو تعرف كونكشنز تحاول تبيلد كونكشنز برضه قلت لك عليه في الفيديو بتاع الجزء الثاني بتاع البي اتش دي، هي نفس الفكره ازاي تبيلد الكونكشنز. وفي الاخر توفيق ربنا. فده كان فيديو كده صغير عباره عن الفرق ما بين هنا وهناك في الشغل في المصانع، ورب يكون استفدتوا. وانا ده حاجه سريعه، فانت لو عندك اي اسئله اكتر سبيسيفيك، حاجات انا نسيت اقولها قول لي، واعمل لكم فيديو تاني بالتخصيص في الموضوع دوت. الحمد لله اشتغلت فتره كبيره، وربنا يسهل يعني. اي حد عنده فكره جديده عايز يعرف عنها او يطرح فيديو عن خصوص الموضوع دوت ابعت لي، ونعمل فيديو تاني بالتفصيل وركز على الموضوع ده. يلا كون، اتمنى تكون استفدتوا النهارده معايا ان شاء الله، ويلا نشوفكم المره الجايه مع قناه محمد عياش او قناه عياش في المانيا. محمد عياش من قناه عياش في المانيا. يلا مع السلامه.